السلام عليكم خوت، معكم امين. الفيديو اللي درنا اليوم جينا نهضروا على كما تشوف العنوان، جينا نهضروا على شنو الفرق ما بين المواي تاي والكيك بوكسين. اللي هذا السؤال هذا الصراحه بدا كيحيرني شي شويه، لان كنشوف الناس بزاف كدير الفيديوهات شنو الفرق ما بين المواي تاي والكيك بوكسين، ولكن تحد ما كيعطيكم يعني شنو هو الفرق. يعني كيعطيكم ان كيدخل جوجل كيكتب شنو الفرق ما بين المواي تاي والكيك بوكسين، كتعطي ان المواي تاي كتضرب الكود بالركبه والكلينش والسويبس صافي. لا ماشي هو داكشي. انا نشرحهم لكم بحال هكا. اول حاجه ان المواي تاي فيه 5 الجولات، الكيك بوكسين فيه 3 الجولات. ثاني حاجه واللي هي تشوفوها في كاع الفيديوهات اللي كيدير لكم الناس، ان المواي تاي فيه الركبه، فيه الكودز، فيه الركبه، فيه الشدان الرجلين والسويبس اللي كنسميوها حنا بالضربه بالنص، وفيه الكلينش. رابع حاجة واللي هي أهم حاجة، طريقة تنقيط. طريقة تنقيط مختلفة يعني كي تنقول لك الأبس، يعني العكس شنو كان في الكيك بوكسين هو العكس شنو كان في المواي تاي. وهذا الفيديو هذا غيجاوب الناس بزاف اللي كيتفرجوا في الكومبات ديالي وكيشوفوني كنضرب برجلي بزاف. علاش أمين كتضرب برجلك بزاف؟ علاش ما كتخدمش على يدك؟ راه ماشي ما تنخدمش بيدي لأن ما كنبغيش نخدم بها، لأنني ما لاعبش الكيك بوكسين، يعني لاعب مواي تاي خصني نركز على رجلي بزاف. وللاسف ان كاع الناس ديالنا حنا المغاربه اللي كيتفرجوا في اللعابات الكيك بوكسين اللي كاينين في هولندا. لعابات الكيك بوكسين اللي كاينين في هولندا 1% منهم هما اللي كيديروا مواي تاي، 99% منهم كيديروا كيك بوكسين، يعني تنقيط باليدين، يعني تركزوا على يديهم اكثر من رجليهم. المهم نبداو اول حاجه اللي هي 5 الجولات. شنو الفرق ما بين 5 الجولات و 3 الجولات؟ 3 الجولات كتدخل خصك عند كونديسيون فيزيك، تدخل من كتبدا ما عندكش دقيقه فين تفكر، يعني عندك طريقه تفكر وخدم خدم خدم. يعني الا عندك كي تنقولوا حنا عندك طريقه فاش تهاتي تايزي يعني تهشر ولا شي حاجه، مشى عليك الراوند. يعني الراوند كيدوز بالزربه، ديال الدقيقه كيدوز بالزربه، والسيد اللي قدامك خدام وانت خصك تخدم. يعني خصك عندك كونديسيون فيزيك مزيان. غتقول لي هو لا قدرتي دير 3 دقائق وزدتي كونديسيون فيزيك خدمتي فيها تقدر دير 5 دقائق. يا انا معاك، ولكن المشكله ان ما تقدرش ديرها في المواي تاي، لان المواي تاي كاين الكوتس، كاين الكوتس. يعني مثلا انا فاش كندخل عليك في الكيك بوكسين كنتحنا كندخل عليك كنحاول نباكسي مزيان. المواي تاي ما تقدرش تدخل وتباكسي مع شي واحد، لان الا دخلتي ضربتيني مثلا بكروس نقدر نعطيك البو وغنطيحك. عطيتك البو اخطر ويبنز عندنا في الصحه ديالنا. داكشي علاش كيتعتبر المواي تاي اخطر رياضه في مارشال ارت هو المواي تاي. لا عطيتك بالبا واحد ضربتك بركبه ولا ركبه ولا بالالبا بحال ضربتك اصاحبي بجنويه، يعني ما كاينش تزعزع، نقيسك تبسيل الدم. راه كتفرجوا في المواي تاي في تاي في برا ولا كتفرجوا في كومبات ديالي انا، راه كنتضرب، راه ضربت هنا في راسي، راسي كله غراز. تضربت هنا عندي 24 غرزه، عندي 8 الغرزات 12 الغرزات 16 الغرزة هنا، 4 الغرزات هنا كاملين. يعني ماشي انني كنمشي للعصا، ولكن باقي عندي داك ستايل كنبغي. بعض المرات كنحاول نلعب ماشي بالعقل، كنحاول نلعب بالصحه ديالي، داكشي علاش كيجيو فيا البوت وباقي غيجيو فيا بزاف. المهم اول حاجه علاش قلت لك ما تقدرش تدخل 5 الجولات، تدخل بيديك. وعلاش ما كندخلوش بيدينا في المواي تاي بزاف؟ لان كاين الالبوز، كاين الكلينش. انا كنخليك تجي عندي غتبغي تضربني بيدك، غنشد لك يدك وغادي نكلينشيك ونبقى نضربك بالركبه. الا جبت في الركبه لعبت في الانجليز في 2017 تهرسوا لي جوج طلعات بسبب ديال الركبه، لاني مشيت باش نباكسي الدري يرجع للور ضرب بالركبه بحال هكا تهرسوا لي جوج طلعات. سو هذه اول حاجه علاش ما كندخلش بيدي بزاف في الكيك بوكسين في المواي تاي. وكتشوف الناس ديال هولندا كيدخلوا بزاف في يديهم لانهم كيديروا كيك بوكسين ماشي مواي تاي، ما كاين لا كلينش ما كاينش. داكشي علاش كتشوف في البطوله ديال جلوري فاش كيلعب تاي مع كيك بوكسر كيخسر. مثلا ساتاتشاي فاش كان تيلعب معاه، علاش ساتاتشاي كان هو تشامبيون؟ علاش باتش هيز تشامبيون دابا هو البطل دابا في جلوري ولعب مع كاملين تاي؟ لانهم تيركزوا على الستايل ديالهم وكيبقاو ديما ديفيند، كيبقاو ديما راجعين. ولا لعبوا معاهم اي واحد من دوك اللعابه لعب مع دوك تاي مواي تاي، انا متاكد انهم غيخسروا ضدهم. المواي تاي غيربح.
ماشي لانهم بروفيشنال، لان هذاك هو ستايل ديالهم، لان المواي تاي اخطر سبور، اخطر رياضه من كاع الرياضات ديال المارشالات. الحاجه الثانيه والحاجه الثالثه واللي هي مهمه، علاش كنتنقيط تنقيط، كيفاش كيتنقط الكيك بوكسين، كيفاش كيتنقص المواي تاي. الكيك بوكسين كيتنقطوا اليدين اكثر من الرجلين في الكيك بوكس، داكشي علاش كتشوف الناس في هولندا والناس كاع كيلعبوا كيك بوكسين كيضربوا بيديهم بزاف، which is العكس. المواي تاي كيتنقطوا الرجلين اكثر من اليدين، اليدين كيتنقطوا الا الا كانوا دايرين دامج، داكشي علاش الناس ما كيضربوش بيديهم بزاف وكيضربوا بالكود، كيضرب بالالبو. علاش نقولوا الالبو؟ لان الالبو كتقشي واحد الراس كما قلت لكم في البدايه، كيسيل الدم، يعني داك الدم اللي سال كيتسمى دامج. كنضرب برجليك بزاف كيتنقطوا بزاف. نعطيكم نفسر لكم شنو هو التنقيط ديال المواي تاي. مثلا نعطيك غير مثلا، ماشي اكزاكتلي لان كل بروموشن كيديروا في طريقه مختلفه، ولكن نعطيكم تنقيط عالمي. خمسه الجولات في احتراف، خمسه الجولات، الجولات الاولى والثانيه في تايلاند ما كينقطوهمش، الجوله الاولى والثانيه في تايلاند ما كينقطوهمش، غير كيشوفوا ستايل ديال كينقطوا اغلبيه الثالثه الرابعه الخامسه. ماشي ان الجوله الاولى لا غلبتي بالكاو ما غينقطوك، ولا طيح نو كينقطوك، ولا ضربتي بالكاو ولا درتي شي دامج صحيح كينقطوك، ولكن ما كيمشيوش عليهم، كيمشيو تقريبا للجوله الثالثه الرابعه الخامسه، شكون اللي باقي واقف، شكون اللي باقي شاد في راسه. التنقيط كيمشي بحال هكا، مثلا ضربتيني انت 10 ضربات بيديك في وجهي، اوكي، ضربتك انا غير 5 ضربات برجلي انا غالب، يعني ضربتك النص تنبقى انا غالب، رجلي كيتنقطوا، الرجلين كيتنقطوا اكثر من اليدين، بخصوص الا كانت الضربه بالرجل داخله. يعني فاش كنقول داخله، يعني ماشي غير كنقيس بحال التيكواندو، ماشي حا نو، الضربه اللي كتدخل تدخل الضلوع، يعني كتشوف رجلك دخلات تما، ولا كتمشي الراس كتدخل كتزعزع بنادم. سو هاد الضربات هادو داخلين مزيان كيتنقطوا اكثر. سو لاو كيك تتنقط نص لما عوشيش من هاد المرجلو، الباري كيك تتنقط 100% الا كانت داخله الضلوع، ماشي فوق اليدين، يعني كانت داخله. الهاي كيك كانت هنا كتنقط، ولكن الا كانت في الوجه نيشان كتنقط اكثر. شنو اللي كيتنقط اكثر من الرجلين؟ اللي هما الالبوز. مثلا انا ضربتك برجل وانت ضربتيني بالالبوز، انت غتغلب، يعني انت النقطه ديالك داخله على النقطه ديالي. مثلا انا ضربتك جوج مرات برجل وانت شديتي وحده في الرجلين وضربتيني بنص، النص ديالي النص ديالك غيغلبني، يعني النصوصه والالبوز كيتنقطوا اكثر من الكيكس، والكيكس والالبوز النصوصه كيتنقطوا اكثر من اليدين. داكشي علاش كتشوفوني فاش كنلعب الكومبات كاملين اللي شفتو عندي في يوتيوب ديال المواي تاي، ما كنركزش على يدي بزاف، كنركزش على يدي بزاف، وفاش كنضرب بيدي كتلقاني كنضرب ديما طويل. غندير لكم واحد الفيديو ان شاء الله في قريب على كيفاش تضرب بيديك طويله، يعني كيفاش تضرب بيديك طويله، وشنو الفرق ما بين تضرب بيديك في الكيك بوكسين، وشنو الفرق ما بين تضرب بيديك في المواي تاي. لان فاش كتضرب البنيه في البنيه غوش ولا دروات كتضرب بها في المواي تاي، ماشي هي الكيك بوكسين، لان كتضرب وكتبقى منتبه لا يجي فيك الالبو ولا شي واحد يشد لك يديك. سو هذا هو الفرق ما بين المواي تاي والكيك بوكس، راه ماشي واش انت كتخاف، واش انت خصك تمشي تخدم يديك، واش انت ما مزيانش، راه ماشي في النصائح. هذا هو المشكل ديالنا حنا بصفه عامه، انا كنهضر على راسي من راسي وجبد، اننا كنحكموا على الناس باقي ما عرفناهمش ولا ما تعرفش. انا باقي ما لعبش كيك بوكس بزاف، ما لعبش كي لعبت كيك بوكس فاش كنت في المغرب، فاش جيت هنا لعبت في جلوري، لعبت جوج كومبات، ربحت وحده وخسرت وحده، جلوري كيك بوكسين. من بعد بقيت تلعب في المواي تاي، المواي تاي لعبت خسرت جوج كومبات في المواي تاي بروفيشنال، ودابا باقي تلعب في المواي تاي. كنلعب ما كنلعبش بصحتي، كنلعب بعقلي، شتي كاع الكومبات ديالي كتلقاني ضاحك، ماشي ضاحك كنستهزئ بالخصم اللي قدامي، هذاك ماشي استهزاء على الناس. بليز ما تعجبنيش فيجي شي واحد يقول لي كتستهزئ بشي واحد، لانها كتكون ناقصه شي شويه باش نستهزئ بشي واحد يطالع معايا الرينج. اي واحد طلع معايا الرينج كنحترمه الاحترام اللي ما عمري احترمته شي واحد، لان قدم حياته باش يموت، ولا انا مقدم حياتي باش نموت باش نحطها في داك الرينج. يس كان ما كنحترمش شي واحد اللي ما احترمنيش، which is وقيله في المسيره ديالي كامله اللي لعبت 36 كومبا،
يلا ما احترمتش وقال جوج الناس، هاد جوج الناس هادو يدير عايروا المدربين ديالي ولا عايروني ولا مثلا في الوزن دفعوني ولا شي حاجه. كاع الناس اللي لعبت معاهم عندنا الاحترام مع بعضياتنا، باقي عندنا اتصال لحد الان، كنشوفوا بعضياتنا باحترام، يا انا غالب يا هو غالب، كنشوفوا بعضياتنا باحترام. راه ماشي هذيك الطريقه باش كنلعب، راه ماشي استهزاء، هذيك الطريقه راه الطريقه ديالي للعب ديالي، ستايل ديالي. راه ماشي لابد اني باش نلعب بالستايل ديالك ولا بالستايل ديال بدر هاري ولا بالستايل ديال شي واحد باش نكون مزيان باش نعجبك. راه ما انا ما كنلعبش لشي واحد، كنلعب لراسي. هذاك الستايل ديالي هذاك هو الستايل اللي كنرتاح فيه، انا كنلعب مرتاح وفرحان ضحك. راه ما كيتصوروش، ما كتصوروش حتى حد ما كيتصور شحال كنكون فرحان فاش كنكون في الرينج في الحلبه. راه هذيك هي البلاصه اللي كنرفعها ونفرح فيها وكنضحك من قلبي. راه ماشي باش نكون بزاف من برا ما تنكون مع صحابي، لا، هادشي اللي كندير كنبغيه. سو داكشي علاش تشوفني في الرينج تنكون فرحان، يعني كاع الخدمه تما اللي ضربتها كوما انا في لاصال كنحطها في الرينج. سو بليز، هذا كان هو الفرق ما بين المواي تاي والكيك بوكسين. تنوضحوا لكم الناس باش تعرفوا، اللي ما عارفوش ها انت عرفتي طريقه تنقيط مهمه خصك تعرفها. ولا كنتي كدير الرياضه هذه خصك تعرفها باش تعرف راسك في الاخر واش خاسر ولا ما خاسرش. لعب 36 مقابله، ما عمري احتجيت على الحكام. 36 مقابله ما عمري احتجيت على الحكام، ماشي لانني انسان مزيان، نو، لانني كنقول لا غنلعب ما غنخلاش الحكم، ما غنحليش الحكم هو اللي يقول لي واش غلبتي ولا خسرتي. يا نقول لك واش حام مره خسروني، ماشي خسروني انا، خسرت راسي. علاش؟ لانني اللي خليتها في يد الحكم، داك الحكم، عندك الحكم يقدر يكون راه انسان غيغلط، ولكن انا اللي خليتها لي باينه، كون خليت ضربو داك السيد قدامي ما نخليهاش للحكم. سو راه انا اللي خليتها لداك الحكم. سو ديما كنت كنرد اللوم راسي، كنقول اما نربح بالناك اوت ولا نربح كل جوله نكون رابحه. وسوف فاش نكون لاعب عندي انا بحال اللاعب ضامه، كنلعب عارف راه شحال خسرت، شحال من جوله ربحت، شحال من، يعني فاش كنسالي الكومبا ديالي عارف راسي رابح ولا ما رابحش. سو علاش؟ لاني وليت كنلعب بعقلي. فاش كنت ما كنلعبش بعقلي كنلعب بصحتي، كنت كنسالي الكومبا ما كنعرفش راسي واش لاعب رابح ولا ما رابحش. كيسالي كيظلمني الحكم ولا كنظلم راسي؟ كنبقى ظلمني الحكم. ما عمري احتجيت المدربين ديالي عارفيني اللي في المغرب ولا فاش كنت هنا، ما كنتش كنحتاج على الكومبا ديالي. كنخسر كنمشي نرجع للدار كنتريني كنرجع للبلاصه. اخوت ما نطولش عليكم، كان هذا هو الفيديو ديالي اليوم، شنو الفرق ما بين المواي تاي والكيك بوكسين. خصكم تعرفوا شنو هو التنقير باش تغلب بالكومبو. راه ماشي مدابزه، راه ضامه حتى هو هنا تحت. يلا الخوت نشوفكم فيديو جديد في حلقه جديده ان شاء الله قريب. وما تنساوش عندكم شي سؤال شي كام خلي لي في الكومنت، ما تنساش لايك سبسكرايب كان في شي بلاصه هنا، ونشوفكم في فيديو جديد في حلقة جديدة عاود تاني. يلا السلام عليكم.